مرحبا اخواني اخواتي، اليوم راح اشرح لكم كيف تقدروا تفحصوا انه اذا التيربو عطلان او شغال، وشو العلامات اللي ممكن تصدر منه بدون اجهزة وبدون تعقيب. خليكم معي. معنا فرجيكو هون التيربو اللي عندنا هون، سيارة هاي ديزل محرك 1006، خلينا نشوفه. هذا هو تحت هاي الحديدة. طبعا التيربو جزئين، جزء جاي من الاكزوست وجزء للهواء البارد. راح احط لكم طبعا فيديو توضيح لذلك. الجزء من الهواء السخن جاي من الاكزوست بلف المروحة في شافت بالنص او عمود حسب التسميات، لانه كل بلد بيسموه شكل، وهذا العمود بنقل الحركة للجزء البارد، بضغط الهواء البارد اللي جاي من الفلتر على السيارة من تحت، على الانتر كولر، على المحرك. بالبنزين نفس المبدأ، نفس المبدأ، ما اختلف اشي كان ديزل ولا بنزين. اللهم اللي بيفرق نوع التيربو اللي راكب وحسب التفاصيل الثانية. اجمالا هسه بدنا نفك البربيش او الخرطوم اللي جاي من الهواء من الفلتر من هون مع السنسور، يعني المنطقة هاي، ونفرجيكم كيف ممكن نفحصه. طبعا خليني احاول افوت هون بالكاميرا، لحظة شوي هيك. زي ما انتم شايفين هون في عندنا بربيش، او هو مش هو معدني، انبوب معدني نقدر نسميه، حتى مش خرطوم او بربيش. هذا المعدن بيدخل فيه الزيت للتيربو، للشفط او عمود التيربو الوسطي، ومنه بنزل الزيت للعمود بزيته، وبنزل تحت بشكل انسيابي للانبوب اللي تحته، وبرجع للمحرك في انبوب ثاني تحت. طبعا هنا في عندنا المتحكم بالتيربو الموجود هون، هذا بيشتغل على ضغط المحرك من هون، شايفين في الانبوبه صغيره، ومنه بيجي هون. لما يصير في فاكيوم عندنا او فرق ضغط بيشتغل وبيتحكم بالشافت تبع شفرات التيربو اللي هو هون موجود، شايفين هذا قديش بدنا ضغط او بوست للتيربو. طيب خلينا ننتقل للمرحلة اللي هي مرحلة الفحص، خليكم معنا. هسه انا بدي افك هاي، تمام. هسه فكينا التيربو طبعا من هون زي ما انتم شايفين، فكينا الفلتر. هسه كل سيارة بتفرق عن الثانية، فلتر الهواء مع الانتيك كامل لحديت التيربو هناك. طبعا ما راح افكه كامل، هو انا بدي افرجيكم الفكره كيف عمليه الفحص. هاي التيربو تحت، فوت الكاميرا عند التيربو، الكاميرا زي ما انتم شايفين هاي التيربو معنا، شايفين في زيت، في زيت هون. طبعا الزيت ممكن يكون سببين له، ممكن يكون راجع من سبب البي سي في فالف، وهذا ممكن تغير البي سي في فالف حقه رخيص، وممكن يكون هو السبب، ما بيحفظ ضغط وبيظل مفتوح فبيخلي الزيت يوصل هون. والسبب الثاني اللي هو الاكثر او الاكبر، اللي هو انه التيربو نفسه بيهرب زيت من عند الشافت، من عند الجلود او مش جلود، رونديلات حسب البلد انتو شو بتسموه. هون شايفين المروحة اللي بالنص، مفروض هاي المروحة، حاول نجيب انارة لانه ضياق هون. تمام، نرجع لموضوعنا بعد ما وقعنا التليفون تحت، خلينا نحاول نضوي هيك نشوف الوضع كيف. فحكينا انه الزيت ممكن يطلع من الجهتين. هسا اذا اشتغلت السيارة بصير الزيت ينسحب لبرا باتجاه الاكزوست وبيطلع بالاكزوست، بس اذا كان السيارة واقفة بصير يطلع من الجهتين حسب الجهة اللي فيها تهريب، اذا كان الجهة الباردة او الجهة السخنة من التيربو. فاحنا كيف نتاكد انه التيربو اصلا منه العطل، مش من البي سي في فالف، مش من جايو الزيت من مكان ثاني؟ نتاكد هيك.
طبعا من أسوأ الأشياء اللي ممكن يكون سببها التيربو غير إنه الزيت اللي هو ضعف بالمحرك، ما في قومة، ما في استجابة، في صوت غريب على الدعسة بيطلع معك زي صوت ونة عالية، مش صوت تيربو اللي هو الصوت الناعم هذا الحلو تبع التيربو، بيطلع عنا صوت خشن. تمام. ومن الأعطال اللي بتعطينا مشكلة بس هي ما بتكون بالتيربو، اللي يكون بربيش واحد من برابيش البوست الراجع ما يكون مسكر كويس أو صاير في شرخ، بصير ضعف بالتيربو، تهريب من التيربو نفسه. السيارات الجديدة إذا كان فيها هذا العطل بتعطيك إنه في عنا مشكلة وبتقلل من قوة المحرك عن طريق الكمبيوتر، لكن السيارات القديمة مشكلها فيها هاي الأوبشن، خصوصا فيها تيربو نقدر نحكي من 2008 وورا، ممكن ما بتعطيك هاي المشكلة. مش كلهم طبعا حسب نوع السيارة والموديل، في منهم بيعطوا في منهم لا. اجمالا بنجيب المفك، خلينا نمسك مفك او باصبعك حتى، مش شرط مفك بس لانه انا مش قادر امسكه. اجرب هيك، اشوق على التليفون مرة ثانية. هاي التيربو شايفين، هاي بتتحرك ميلي، هي مش عارف اذا مبينه بالفيديو، تحرك معنا ميلي، هاي بتحسها باصبعك بتتحرك معك ميلي. هلا لازم هي تتحرك اقل من نص ميلي اشي طبيعي، بس لما يكون فيها تهريب تصير تتحرك معك ميلي هون، شايف. هذا التيربو تعبان، ما راح يتبدل غير لبعدين، بس مرات من الخطورة انك انت ما تبدل التيربو بوقته، ممكن التيربو يعلق، يصير ياخذ زيت من الموتور ويظل شغال، بالذات بسيارات الديزل يظل شغال على الزيت، وبتلاقي السيارة داعسة ودخلتها ورا طالعة لينضرب المحرك. هيك حالة اذا كانت السيارة جير عادي بتعطيه الخامس وترفع رجلك شوي شوي عن الكلاتش لتطفي السيارة. اذا كانت السيارة جير اوتوماتيك سلم على المحرك. طبعا شرحنا لكم عن التيربو واعطاله العطل الرئيسي، طبعا في اعطال ثانيه زي البوست ليك اللي هو تهريب الضغط من التيربو، بيصير بالعاده بعد خروج الهواء، يعني الهواء البارد لما ينضغط بالتيربو بيصير سخن، بيرجع بفوت للانتر كولر. اذا صار في تهريب بين البربيش او الانبوب، شايفينه اللي تحت، مش عارف اذا مبين هيك، في انبوب تحت يوصل من التيربو من البارد للانتر كولر، بيصير اسمه بوست ليك، بصير السيارة ضعيفة، بصير تسمع اصوات تنفيس. مرات اذا كان الفتحات لسه صغيرة ممكن ما تسمع اصوات، وممكن يكون برضو من الانتر كولر نفسه بيصير فيه برضو نفس المشكلة، او من هذا الجزء اللي قبل البوابة، شايفين ممكن من هون برضو يصير عندنا بوست ليك. هذول ما لهم علاقة بالتيربو نفسه، لكن هذول أول أشياء تتطلعوا عليها، يعني لما نيجي ما نفحص التيربو نتطلع يكون ما يكونش عندنا في بوست ليك، زي ما حكيت لكم بالبرابيش. أكان طبعا لازم يكون تتأكد من البوست ليك بالإكزوست كمان، ما يكونش في شرخ بجسم التيربو من هون من جهة الإكزوست هذا، لأنه هذا بيعمل لنا أنه ما في ضغط يخلي الفراشات تلف اللي جوه، اللي هو المراوح اللي تبعون ضغط التيربو اليمين والشمال. واي اشي حابين تسألوا عنه اكتبوا لنا بالكومنتات، واعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. شكرا لكم. خبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.